بندهن القالب بالشكل ده كده كله. وعلى معصام يدهن القالب. انا عايزاكم بس ايه يعني، انا هطلع بس اللحمه اللي هي انهي، اللي هي المكعبات الصغيره اللي هي دي، ايوه صح تسلم كده؟ ايدك، ده اللي انت عايزه. تسلم ايدك. شايفين الشوربه عامله ازاي؟ ما شاء الله اللهم بارك. يلا هاي دهنا القالب، حطها ايوه على البلانش وهنشيلها بعد كده. تسلم ايدك. وهقوم جاي تاني الرغيف كده نصين. ايديكوا عينيكوا مع عصام علشان الوصفه ديت حصريه عندنا. وبالراحه ها هنريحه هنا نصين. تمام. وبعده من ورا في الزبده، الزبده موجوده كده كده في القالب، فالعيش من ورا كده كده يعني ايه، هيبدأ يتحمر. هيتحمر من ايوه ورا، بس احنا من قدام هندهنه ايه بزبده هندهنه زبده. بسيطه. طبعا انا دلوقتي بفصل اللحمه بتاعت العرق الفليتو عن العرق التاني علشان دي هنعمل بيها حاجه ودي هنعمل بيها حاجه. شفتوا لفينا الطاجن كله بالعيش بتاعنا او اللي هو بالرقاق الرواق، الطري. الرقاق الطري. طب هينفع ان احنا نعمله بالعيش السوري؟ هو صح؟ اه بس انا شايفه ان العيش السوري ممكن ان هو يكون ارق شويه فيتلسوع زياده ويتفتح. هو ما هو انا يعني كده ايه كده بالاتنين. تمام وبيتحمص ويبقى طعمه جميل. تمام واجي في الاخر تحت هنا خالص اقوم اعمل له قاعده واحده زي دي كده ايوه، مدوره، واحده سليمه نلف ده كله بيها. تقوم نازله. حط رز. يلا بينا اديني امسك مغرفه. تسلم ايدك. الرز اللي احنا سلقناه حطيناه له بس ملح. ملح بس. عايز ايه؟ فرشه اللهم تاني؟ فرش. اهي خلاص تمام اهي. تسلم ايدك. دهنا الاطراف بتاعت العيش من جوه علشان لما نيجي نحط الرز ويبقى ايه كله ماسك مع بعض ومدينا تطعيمه حلوه ويخليه مقرمش. ويخليه مقرمش. الزبدة هتخليه مقرمش. كتروا زبدة. كتروا زبدة عشان هو يسيب في الزبدة، احنا مش هنحط أي حاجة. تمام ده نشيله هنا. طيب احنا وانا في الفاصل كنت بتكلم مع عصام ان احنا مش هنتبل اللحمه ونحط لها ملح. رد تمام. عليا قال لي لو حطينا لها ملح دلوقتي هتبدا ان هي تجرمز يعني، تجرمز. لا تشد وما تشد تستويش. وما تستويش. فبنخلي اللحم ده الملح ده امتى؟ بعد السوى خالص ما بعد السوى. بتخلص. طبعا انتوا شايفين دلوقتي انا بعمل ايه؟ انا وبعدين باخد احنا احلى حاجه بنعملها دلوقتي اللي احنا عايزين الاكل يبقى خفيف وما نضيعش طعم الاكل بالبهارات. الله ينور عليك. اهم حاجه عندنا يعني. الله ينور عليك. ايه ده الله اكبر. ده انت دي 100 100. ما انا فصلت لك ده وفصلت لك ده. ده انت 100 100. لا انت فاكر ان انا مش هعرف العرق لا ده من ده انت العرق ده فل، ولا ايه؟ ده انت عيب فل عليك. الفل. اللحمة ناخدها دي نحطها اللحمة اللي احنا عملناها من في الحتة بولة. الناعم. في بولة. تمام. عصام ما تبلش في الشوربة، عصام هيتبل دلوقتي حالا ويحيق اللحمة قبل ما يحطها في الرز. تمام ركزوا في الموضوع ده كويس قوي. وانا بعمل ايه الناحية التانية؟ خدت العرق الفليتو اللي هو كان عصام مقطعه حتت تخينة شوية بالسمين بتاعها وبدأت إن أنا أحطه في ساق كده علشان هنعمل فيه إيه يا عصام؟ رشة فلفل أسود. تمام. ده نعمله بالزبدة. ماشي. ادهنه لي زبدة ودخليه الفرن. هجيب لك زبدة ولا أحط حتت زبدة؟ عايزة اللي أنت عايزاه. ده أو ده. ماشي. زودي الزبدة. تمام. رشة فلفل أسود. الزبد. بصوا تتبيلة اللحمة عاملة إزاي؟ رشة فلفل أسود. رشة ملح. ورشة من الملح. دايماً بنخلي الفلفل الأسود نص الملح. يعني تمام. دايما بنخلي الفلفل الاسود عشان يبقى الاكل مظبوط مظبوط تمام. يعني دي حاجه على حسب الرغبه لو انت عايزه تزودها او تنقصها. تمام. بس الفلفل الاسود نص الملح. انا واحده من الناس بتحب الفلفل الاسود كتير فمالكوش دعوه باللي انا بعمله. حبه صلصه جمال. صلصه اخد جميله معلقه. جدا. اديني معلقه. ثواني. يبقى تتبيله اللحمه قبل ما تدخل في الرز
ملح وفلفل اسود وصلصه. وصلصه بس كده. وهنحط حته زبده من اللي معاكي ديت. زبده. طب ما تاخد بقى من السايحه. ناخد بالسايحه. ما انا عايز السايحه. ماشي. ممكن اخد حته من غير ما تعرفي؟ ماشي. بسم الله. شفت عشان مش راضي عنهم ازاي؟ يا نهار ابيض علينا، يا نهار ابيض. خد غيرهم هم. اديني. تسلم ايدك. الفرن عندنا سخن، انا هحط اللي هي العرق الفليتو بتاعنا اللي بدانا ان احنا نقطعه وسلقناه نص سلقه مش سلقه كامله، حطيناه في الفرن وحطيت عليه قطع من الزبده بالشكل ده. الفرن بتاعنا شغال حامي اهو. هبدا ان انا انزل الشبكه الاول دي تحت علشان انا احط الطاجن بتاعنا، او الطاجن بتاعنا ممكن نحطه اصلا في الارضيه. شكلها حيل، وريها لهم هم شكلها تحفه. بصوا تتبيله اللحمه عامله ازاي، ما تحركش ايدك يا عصام. بصوا تتبيله اللحمه عامله ازاي، ما شاء الله اللهم بارك. الله اكبر. هناخد اللحمه بقى ونحطها في النص بالظبط، يعني مش هنحطها في الحروف. في الحروف علشان انت هتحط عليها رز تاني، فانت عايز اللحمه تبقى مدفونه جوه. برافو عليك، برافو الصنف نفسه. ابدا اغطي اشوفها تيجي كده مظبوطه، هتيجي مش هتيجي هنقوم حاطين عيش عليها تاني. ماشي. في الجناب. الله اكبر علينا. حط في الفرن على طول. ده المدفون. حط في الفرن في الارضيه على طول.